لكن خلينا شوي نتابع أجواء المباراة وخصوصا من المغرب من الرباط، نتابع ومن ثم نعود. احتفالات مغربية ولو محدودة بعد هزيمة المنتخب المغربي وخروجه من المربع الذهبي بعد خسارة بهدفين لصفر في نصف نهائي كأس العالم في قطر. مع ذلك هي الجماهير المغربية تحتفل في تحية لأسود الأطلس في أول وصول لهم إلى نصف النهائي. المهم داروا المجهود ديالهم فمشي ما غاديش نحاسبهم، ولكن إن شاء الله مازال ما غيعطيونا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. هذه ماشي النهايه، هذه بدايه ديال الاجيال القادمه ان شاء الله كتحقق النجاح وكتسعى دائما باش تفرح الجماهير المغربيه. حنا ما نحطوش يدينا دائما الى القمه ان شاء الله. كنفتخروا بالمنتخب ديالنا المغربي واللي شرفنا، وان شاء الله عندنا تخوازيام بلاص نهار السبت. ديما مغرب. اعتقد يعني اكثر المتفائلين ما كانش كيتوقع هذا السيناريو. المنتخب المغربي دابا وصل نصف النهائيه، مشكل الاصابات وحتى التقدير في المباراه يعني كان بعض التقديرات، ولكن كتبقى انك خرجتي امام بطل العالم. احنا ما مقلقينش نهائيا حيت المنتخب زاد بينا القدام، وحنا راه فخورين بهذا المنتخب. حنا فرحانين بزاف بالمنتخب المغربي ديالنا حيت قدم واحد الفرحه، يعني انجاز تاريخي ماشي ديما كتكون. وتبارك الله راه تاهلنا لكاس العالم ووصلنا للنصف النهائي، هذا بحد ذاته راه انجاز. اليوم الكره ما بغاتناش، لعبنا احسن مباراه في المونديال وخسرناها، الخلاصه هي هذه. والحمد لله وصلنا للنصف النهائي اللي ما كناش كنحلموا به حنا كجمهور مغربي وافريقي وعربي. ومن مصر أيضا متابعة لأصداء مباراة المغرب فرنسا في نصف النهائي، نتعرف على آراء الجمهور المصري والمغربي بعد اللقاء. الحمد لله، هدف حد ذاته إنجاز، وصلنا للمربع الذهبي وحنا حزنانين، ولكن هذه هي الكرة فيها ربح وفيها خسارة والحمد لله. هو الماتش كان جميل جدا، والمغاربة لعبوا يعني كان يعني عملوا جهد كبير، بس الحظ ما كانش معاهم، وكفاية ان هم وصلوا للمربع الذهبي. اولا هارد لك لجميع العرب والجميع المغاربة من طنجة الجويرة. المغاربة رفعوا راسنا ورفعوا راس، كانوا بيلعبوا باسم العرب قاطبة من المحيط للخليج. الحمد لله، يعني هو إنجاز، الحمد لله إنجاز اللي في المربع الذهبي اللي دي في تاريخ، دخلوا التاريخ، الحمد لله دخلوا التاريخ، المغاربة دخلوا التاريخ بإنجازاتهم باللعب بتاعهم كل حاجة الحمد لله. أنا بصراحة أنا شفت المنتخب المغربي اللي هو شرفنا كلنا كعرب، فريق محترم وفريق يعني كله نجوم، بصراحة شرفنا، إحنا كنا بنشجعه كأنه مصر.